تمام. اوكي ناس بعد كده هناخد الأفعال اللي ممكن تقابلنا في القطعة دي، والأفعال بتاعتنا عارفين إن في منها regular verbs و irregular verbs. لو عندنا verb زي verb help، بتاعه إيه؟ helped helped، ممتازين جدا، زودنا له اي دي بس، برافو عليكم. طب verb need، مين يقول لي المصدر؟ needed needed needed، needed برافو عليكم يا اولاد. طب لو قلت adapt، فين حبايب الساينس؟ adapted adapt adapted 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 adapt، ده احنا الساينس جننا خلاص. adapted، برافو عليكم. طب burn، burn burn ايه، burn نطلع بالاثنين. بص يا اولاد، في بعض الافعال الطيوبه، هنقول عليها الافعال الطيوبه دي، ما بتحبش تزعل حد، زي كلمه burn انا ممكن اقولها burnt، بقت irregular verb ماضي، او ممكن اقولها burned. تمام كده، يبقى تمام. burn اللي هو الفعل، لو حطيت له تي بقى بيرنت حرق، ولو حطيت له اي دي بقى بيرنت برضو، يعني حرق. تمام كده. طيب لو خدنا فيرب زي grow، مين الشيء غريو اللي هقوله؟ جريني green، green، جرين برافو. كل اللي جريو انا بعمله بقلب الاو لاي بقى green. طب have و has، مين عارف الماضي بتاعه؟ هاد 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 برافو. طبعا احنا عارفين ان هاف بتيجي مع اي وزي ووي ويو، وهاز بتيجي مع هي وشي وات، لكن الاثنين الماضي بتاعهم هاد، وهاد بتيجي مع كله. هاد بتيجي مع مين؟ كله كله، كله، برافو عليكم. طيب لو فيرب زي هيرت، يعني عور، بارت بارت برافو عليكم، ده من هيرت الافعال اللي ما بتحبش تغير نفسها، هيرت برضو. تمام. آخر فيرب ممكن نقابله عندنا النهاردة هو فيرب سيل، يعني يبيع. سول مين سول؟ سول سول أفعال كلها سهلة وأفعال بسيطة جدا النهاردة في الدرس بتاعنا. هناخد بعض الإكسبريشنز بس دي مش هنكتبها إحنا، علشان بس لما تقابلنا في الدرس نكون فاهمين معناها إيه. تمام. لكن أهم حاجة عندي الكلمات والفيربس، الفيرب مهمة جدا جدا جدا، نعرف كل فيرب ده ريجولر ولا ايه ريجولر، والماضي بتاعه بيتكتب ازاي. تمام. لما اجي اقول كلمة need to، مين يقول لي need to يعني ايه؟ يعني تو يعني يحتاج محتاج، إلى برافو، يحتاج إلى يحتاج إلى. lots of يعني ايه؟ كثير يحتاج من إلى I have lots كثير of toys مثلا. adapting to، adapting adapting to to يتكيف، كيف يتكيف، برافو حبايبي بتوع الساينس، يصحو. adapting to، learn to برضو يتعلم، يتعلم learn، أن برافو. on earth خدناها اللسن اللي فات، on earth يعني ايه؟ في العالم على الأرض على الارض، على ايرث الأرض يعني الارض. لوك فوق، لوك لوحدها يعني ينظر، لوك فور يعني ايه؟ يبحث لوك يعني يبحث أنظر عن ينظر بعضه، إلى لا ينظر لوك لوحدها يعني ينظر الى، لوك انا بقول لك بص على حاجه، لوك فور دور على حاجه، يبقى لو زودت كلمه فور لكلمه لوك معناها ابحث، لوك فور يعني يبحث او يدور، بمعنى اصح يدور. طب good at، you all good at English، يبقى good at ايه؟ جيد English في، good at، جيد good في at يعني جيد في. وخدنا ليف ان برضو الليسن اللي فات، يعني يعيش يعيش في في، برافو. وanywhere يعني اي مكان. تمام. تمام زي ما عملنا امبارح، انا هقرا وبعد كده كل واحد فيكم هيقرا حته صغنونه، علشان بس قبل ما هنبتدي في الريدنج، في حاجه عندنا زي adjective كده، بدل ما ناخدها لوحدها، كلمه to، كلمه to بدبل او هنا يا ولاد شايفينها،
كلمة تو هنا معناها ايه؟ كلمة تو لما يجي وراها adjective يعني صفة معناها جدا، معناها ايه؟ جدا. زي لو قلت مثلا تو فاست، تو فاست يعني ايه؟ سريع جدا. تو فاست يعني ايه؟ سريع جدا، سريع جدا، سريع جدا. مين اللي كان بيسأل؟ أنا لمون. قولي يا زي لمون. ما أنا بحبك جدا. يا روحي I love you so much. لا دي هنا بقى بعديها verb فنقول so، لكن أنا مثلا أقول لك you are too beautiful يعني أنت أمورة قوي، تبقى كده إيه؟ adjective. يبقى too بعدها adjective معناها جدا. You are too nice. too nice يعني انت لطيفة قوي. you are too cute. انت أمورة قوي. لو انا قلت مثلا the turtle is too slow يبقى بطيء جدا. فاهمني؟ سامعني؟ يبقى كلمة too لو قلت لك the weather is too hot، الجو حر جدا، the weather النهارده فعلا too cold، يبقى الجو برد جدا. يبقى لما اجيب كلمة to plus adjective يبقى دي معناها ايه؟ جدا. to plus adjective معناها ايه؟ جدا جدا برافو جدا. عليك، معناها جدا. كلمة ال to plus adjective سهلة ولا فيها حاجة؟ لا لا سهل كيف هي حاجة، هي تو بلس ادجكتيف معناها جدا. يبقى لما احط كلمة تو وراها ادجكتيف يبقى انا بوصف ان الصفة دي شديدة، سريع جدا، بطيء جدا، جميل جدا، حر جدا. وصلت؟ أي زي كده اتفقنا في الريدنج، انا هقرا وبعد كده انتوا هتقروا عشان احنا النهارده عايزين ناخد حتة جرامر صغنونة كده، تمام؟ بس نكمل. انتوا كده فاتحين why do we live where we do؟ فاتحين الدرس ولا ايوه لا؟ فاتحين ايوه. الدرس اللي هو صفحة كام يا مس؟ انت معاكي كتاب ايه؟ انا اياد، انا معايا كتاب الباقي. تمام، هيبقى صفحة كام ده يا ولاد؟ 12 تقريبا، 12. لا is it true؟ وعندي 12. انا عندي صفحة 14. طيب مكتوب عليه why do we live where we do. لا انا عندي صفحة 13. تمام لا ماشي، يا مس، مكتوب read and read. ما read and answer. learn. لا لا لا، بص، طب انا هفتح لكم شير بالصفحة وبعد كده نرجع مع بعض تاني، تمام؟ تمام. بص عشان تبقوا عارفين انهي صفحة بالظبط. أنا عندي 31. لا 31 ايه ده، بعيدة قوي. فتحنا زي ما قلت لك اللينك اللي انا بعته لك. أنا فاتحة من الاثنين. طيب بصي، بصوا يا اولاد انا هشوفها لكم في النسخة الجديدة. هي صفحة كام انتوا كده شايفين؟ أنا نصحت ياه. 22. طيب هي صفحة 12 اهي عندي، اهي الصفحة اللي انا عايزاكم تجيبوها. شفتوها؟ أنا كاتباها. لا الريتشر عندي 13، أنا مش نسخة مشكلة، جديدة. 13 أو 12، المهم نفتح نفس الصفحة. كله فاتح الصفحة دي؟ أيوة يا مسي. تمام؟ أيوة كده أنا تمام. عارف أنهي صفحة. برافو عليك، علشان بس إيه لما يكون في إكسبريشن ولا حاجة نعرف نكتب. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. Why do we live where we do؟ يعني ايه عنوان الدرس ده؟ احنا ليه دايما بنختار ان احنا نعيش جنب المكان اللي بنشتغل فيه؟ لو انا دلوقتي جات لي شغل في مكان مثلا زي البولرز، المكان القطبي، لو انا اشتغلت ساينتست مثلا وجالي ان انا الشغل بتاعي بيتعلق بالبولر، هل هينفع ان انا كل يوم اسافر من ايجيبت
للبولرز علشان أدي شغلي؟ لا لا يبقى اختار ان انا اروح اعيش هناك ولا لا، اختار اعيش جنب شغلي ولا لا. اروح اعيش شغل جنب هناك. شغلي. برافو عليك، تمام، اسهل. برافو برافو، هي دي فعلا السبب ان هو اسهل. تعالوا نشوف بقى الدرس بيقول ايه. بيقول human can live almost anywhere، البشر يقدروا يعيشوا في اي حتة على الارض. But we often look for three things. لكن احنا عادة بنختار ان احنا نعيش في مكان متوفر فيه ثلاث حاجات رئيسية. المكان اللي بيتوفر فيه الثلاث حاجات دي بيكون مكان suitable، بيكون مكان مناسب جدا ودايما كلنا بندور عليه عشان نعيش فيه. ايه الثلاث حاجات دول يا اولاد؟ اول حاجة climate. اول حاجة climate، يبقى انا دايما بدور على مكان يكون جوه كويس عشان اقدر اعيش فيه. طب تاني حاجة ايه؟ water. water. تالت حاجة ايه؟ soil. طبعا soil علشان يكون عندي اكل، يكون عندي محاصيل وبتاكل. يبقى ايه التلات حاجات اللي اي انسان بيدور عليهم في المكان اللي هيعيش فيه؟ climate، water، soil. people like a temperate climate، الناس عادة بتحب الجو المعتدل. يعني ايه الجو المعتدل ده؟ somewhere that's not too hot and not too cold. التمبريت كلايمت او المناخ المعتدل بيكون مكان الجو فيه مش حر قوي ومش برد قوي، ليس حر جدا ومش برد جدا، not too hot or not and not too cold. طب ده بالنسبة للكلايمت، احنا بنحب التمبريت كلايمت. بالنسبة للووتر، we need water to drink and to help our crops grow. هو المية احنا بنستخدمها في ايه؟ احنا بنستخدمه عشان نشرب. طب بس عشان نشرب؟ لا، وعشان نزرع المحاصيل بتاعتنا كمان محتاجة المية to grow. يبقى ادي تاني حاجة الحيوانات برضو محتاجة المية. برافو عليكم. يبقى احنا بنحتاج الووتر والكلايمت في المكان اللي احنا بندور عليه عشان نعيش. طيب we need fertile soil، واحنا كمان بنحتاج في المكان اللي هنعيش فيه fertile soil، تربة تكون خصبة. ليه؟ so the crops have lots of nutrients. nutrients nutrients أو nutrients اللي هي المواد الغذائية اللي بتبقى موجودة في التربة، علشان بسببها الكروبس بتاعتي هتكون healthy وهتنمو بشكل مفيد. يبقى الثلاث حاجات دول هو اللي احنا بندور عليهم لما نيجي ندور على مكان suitable نعيش فيه، مكان مناسب نعيش فيه. These three things often come together. والحمد لله يا رب احنا مثلا عندنا في مصر الثلاث حاجات دول موجودين. ودايما مش في مصر بس على فكرة، لما بيكون في مناخ معتدل temperate climate وبيكون متوفر water ومتوفر fertile soil، الثلاثة غالبا بيكونوا موجودين في مكان واحد. الثلاثة غالبا دايما بيتواجدوا في مكان واحد. Places with water usually have fertile soil and a temperate climate. زي ما قلنا ان الاماكن اللي بيتوفر فيها ميه غالبا بنلاقي فيها الجو معتدل وبرضه بنلاقي موجود فيها fertile soil. تمام كده؟ طيب لو انا دلوقتي اضطريت ان اروح مكان مش موجود فيه الثلاث حاجات دول، او على الاقل واحده فيهم مش موجوده، هل انا كهيومن مش هعرف اعمل adapting ولا انا هعرف اعمل adapting to anywhere؟ مين يجاوب؟ هل برافو. هعرف اعمل كرافتين anywhere. يبقى لو انا موجوده عندي الثلاث حاجات دول، الكلايمت او التمبريت كلايمت والووتر والفيرتل سويل، والله خير وبركه. لو موجودين التلاتة يبقى مكان حلو جدا وهختار براحة ان انا اعيش فيه. لكن لو انا اضطرتني الظروف او اضطرني شغلي اني اتواجد في مكان مش موجود فيه واحد من التلاتة دول، human can adapt. human can ايه؟
that. تعالوا نشوف ازاي. As humans we are very good at adapting. احنا كبشر شاطرين جدا في ان احنا نتكيف. Adapting to live in the environment around us. احنا كبشر بنعرف نعمل adapting، نعرف نتكيف مع اي بيئة احنا عايشين فيها. ازاي؟ بيقول لي human can learn to live in the most difficult environment on earth. ان البشر عرفوا ازاي يعيشوا ويتكيفوا مع اصعب البيئات اللي موجودة على الارض. طب ايه هي اصعب البيئات؟ ايه هي البيئات الصعبة دي، وايه اللي مخليك بتقول عليها بيئات صعبة؟ زي مثلا بيديني مثال الانويت بيبل. مين يعرف احنا لسه قايلين